بسم الله الرحمن الرحيم. مع المحاضرة الرابعة في سلسلة تعليم الميبل بعنوان Plot Functions in 1D and 2D. ده الملف اللي احنا استخدمناه المرة اللي فاتت. طبعا لازم نعمل Execute the entire worksheet يحسب لي كل الحاجات اللي انا استخدمتها. انا عايز اعمل Plot ل Functions في 1D وفي 2D and 3D، فهعمل سيكشن بالاسم ده. انا زي ما قلت قبل كده ان الميبل بيعتمد على الباكج، فلازم استخدم الباكج بتاعت الرسم. فاقول ويز بلوت واقفل القوس واضغط انتر، هتلاقي ظهر لي كل الباكج او كل الاوامر اللي موجوده في الباكج داخل قوس بالشكل ده. طبعا انا مش عايزها تظهر، ماليش علاقه بيها، فهضغط نقطتين فوق بعض واعمل انتر. يبقى انا كده هستخدم الباكج بتاع البلوت. نيجي هنا في السكشن اللي احنا مخصصينه للرسم، عايز اعرف فانكشن. هروح على اكسبريشن، ادي الفانكشن اف اوف اكس، خليها كابيتال اكس عشان ما نختلطش مع المعرف قبل كده. اكس تربيع زائد واحد نقطتين فوق بعض. بلوت ده امر الرسم، اف اوف اكس اقفل القوس كوما، عايز الرينج بتاع الفاريبل اكس مساوي من ناقص واحد الى واحد نقطتين اللي هي دوت واحد، واقفل القوس وسب كوما سيمي كولا لو انت عايز ترسم بعدين، وانتر هتظهر لك الرسمه بالشكل ده. طبعا ده ظهرت عشان هنا في كوما، انا مش عايز دي تظهر. نقطتين فوق بعض. كل الخصائص بتاعت الرسمه لو انت ضغطت كليك يمين هتلاقي الخصائص بتاعت الرسمه هنا اهي. الستايل لو انت عايز الستايل، سيمبلز لاين لو انت عايز دوت او داش او اي حاجه اهو. طيب لو انت عايز كلر تقدر تختار الكلر اللي انت عايزه اهو. الاكسس عندك نورمال او بوكسيد، او لو انت عايز فريم اهوت، وممكن تحط نون لو مش عايز حاجه خالص، بس خلينا في النورمال افضل. الحجم ده مش عاجبني، ممكن اصغره بالشكل ده كده. الخصائص بتاعت الرسم ممكن احطها هنا داخل امر الرسم، يعني انا عايز الحجم يبقى صغير فهقول سايز يساوي افتح قوس مربع، عايز 0.4 ده دايمنشن للرسمه 0.4. طيب عايز كلر هيساوي مثلا بلو، انا عايزه باللون الازرق. عايز سيكنس اللي هو سمك الخط، خليه مثلا 3 واضغط انتر يظهر لي بالشكل ده. طيب ممكن اعمل حاجة تانية، يعني مش لازم اكتب اسم الدالة، ممكن اكتب الاكس تربيع ده هي بالظبط كده هنا اهو، طبعا مش بالشكل ده. واضغط انتر يديني نفس الرسم، لكن انا عايز الاف اكس اهي، واضغط انتر. تعال نسمي دالة تانية كابيتال جي اوف اكس. وليكن اكس اس 3 زائد 1 نقطتين، وعايز اعمل بلوت للداله دي جي اوف اكس. هنا خطا، كوما، عايز الاكس بتساوي من ناقص واحد الى واحد، واقفل القوس
سيميكولون اه ممكن اخليها سكيل كونسترينت، هيعملها لي بالشكل ده، لكن انا عايز اخليها نفس الدايمنشنز اللي فوق، فهقول له سايز بيساوي 0.4.0.4 واقفل القوس. والغي ده. عايز احط الرسمتين مع بعض، الرسمه بتاع الداله اف والرسمه بتاعه الداله جي، فعندي امر اسمه ديس بلاي. افتح قوس. يفضل ان انا لو هستخدم ديس بلاي اسمي الرسمه كلها بالشكل ده، بي واحد وهنا بي اتنين، اضغط هنا انتر واضغط هنا ايه انتر عشان ما تعملش مع الامر كله بلوت اف والسايز اللي موجوده داخل او الاوردرز اللي موجوده داخل القوس. انا هتعامل مع البي واحد والبي اتنين، وبالتالي ديسبلاي بي واحد كوما بي اتنين انتر، يظهر لي الرسمتين مع بعض. في امر تاني اقدر ارسم التو فانكشنز في امر واحد، بلوت للفانكشنز اللي انا عايز ارسمها كوما والاكس بتساوي من ناقص واحد الى واحد. طيب احط الفانكشنز ازاي؟ احط الفانكشن في قوسين مربعين بالشكل ده، اف اوف اكس كوما جي اوف اكس وانتر، يرسم لي الدالتين مع بعض، هيرسم لي الدالتين مع بعض. طبعا هنا في خطأ، انا عايز الاف كابتن اهي، ظهروا لي مع بعض. عايز السايز، يبقى سايز بيساوي 0.4.0.4 ماشي، ده هيديني السايز. عايز السكنس، عايز الخطوط تبقى ثقيلة، يبقى سكنس بيساوي 3. حاطلي الرسمتين زي بعضهم، ديسبلاي بي واحد وبي اتنين او بي ديسبلاي للفانكشنز مع بعضها. ممكن ارسم الانفينيتي، يعني انا لو عندي مثلا ساين بلوت ساين اكس والاكس بتاعتي بتساوي من صفر الى الانفينيتي، الانفينيتي هروح على السهم ده وهروح على الكومن سيمبل وادي الانفينيتي واضغط انتر، هيرسم لي الانفينيتي بالشكل ده. ممكن اصغر اها، ممكن ارسم كمان من ناقص انفينيتي بلوت للداله واحد على اكس كوما والاكس بتساوي من ناقص انفينيتي نقطتين للانفينيتي، واقفل القوس وانتر، هيديني الرسمه بالشكل ده. ممكن اعمل انيميشن، انيميت للبلوت نفسها، بلوت كوما قوس مربع الفانكشن ايه مقسومه او ثابت على الداله اكس كوما الاكس بتساوي ناقص انفينيتي للانفينيتي، هعمل كوبل ده كده واحطه هنا وكوما وحط لي الاي اللي هو الثابت ده بيساوي ناقص 3 الى 3 وانتر. لما اضغط طبعا هيديني نفس الرسمه، لكن هاي الانيميشن مجرد ما احط الماوس على الرسمه هيظهر لي علامات الانيميشن، اعمل انيميشن اهو ده الانيميشن. ممكن تخليه دايركت اهو من هنا كده اهو
وصغره ولا اعمل انيميشن. طيب تعال نعرف فانكشن تانية في with two variable f 3d عشان اميزها عن الاف الاولانية والفاريبل بتاعتي x و y. الدالة دي عبارة عن x تربيع زائد y تربيع زائد واحد، نقطتين فوق بعض. عايز ارسمها، يبقى انا هستخدم بلوت، وانت بتتعامل مع 3D يبقى 3D اهو للفانكشن f 3D of x و y. اقفل القوس، انت هنا عندك 2 variable، يبقى ال x هتساوي من ناقص 1 الى 1 كما، وحط ال y ايضا بتساوي من ناقص 1 الى 1 و enter. يديك الرسمة بتاعت الفانكشن f اللي هي x تربيع زائد y تربيع زائد 1 في ال 3 dimension. تعال نعرف فانكشن تانية، تعال ناخد كوبل ده كده وانتر، سميها كابيتال جي، طبعا هنا في مسافة الغيها، سمي ديت x تربيع ساين y مثلا، اقفل القوس، زائد الواحد، وغير الاف هنا خليها كابيتال جي، طبعا هنا في مسافة الغيها، انتر، هيديك الدالة 3 في 3D x تربيع ساين y زائد واحد. عايز احطهم الاثنين في رسمة واحدة، يبقى display ل الدالة الأولى والدالة الثانية. فتعال نسمي الدالة الأولى مثلا P3D1 عشان أقدر أتعامل مع الرمز مش مع الأمر كله، وهنا P3D2. أنا عايز أعمل display دلوقتي، أدي display أهو، يبقى P3D1 كوما B3D2 و enter. هنا في خطأ، هنا في D، هذا كده ظهر لي الرسمتين مع بعض. اقدر احركهم زي ما انا عايز اهو، واقدر اصغر اكبر زي ما انا عايز. طبعا اللي انت بتعمله بيظهر هنا كده، لو انت عايز تحفظ الملف من هنا، وممكن تحفظه في الكلاود من هنا. شكرا جزيلا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.